طلبات ثانويه احنا في الماضي على حسب واش كان عندنا في الماضي كانت عندنا 200 الف طن سنويا 200 250. برك المشكل اللي كان عندنا في الماضي سيك كنا نشريو الفيول. اليوم الفيول هذا اللي عندنا راهو لوكال، نتوقعوا في اول في لي بريفيزيون تاعنا نتوقعوا نديروا حتى 450,000 طن. سي بيان سا 450 450 الف طن سنويا.